يعني أمي أنا ومروان مالي عرفانة بصراحة، يعني عم بحاول يخليني سامحه وعم بيطلع بجنن وظريف كتير وأنا عم بتأثر فيه، بس هلأ حسب كلام زينو اللي قالت لي إياه عقلي عم بيتخربط. ولك ما عم اسمع، افتحي لي السبيكر. شبكي لك شوي، خليني اعرف اسمع مع البنت. اسمع شبكي ما فيني افتح شيء. ايه بنتي احكي يلا. امي انا ومروان طلعنا غلطانين بكتير قصص وجارحين بعض كتير، وفوق هاد نحن ما اخذنا درس من اللي عشناه ولسه عم نعيد نفس الاخطاء. ايه اسراء، وبنفس الوقت قضيتوا وقت مع بعض حلو كتير يا امي، يعني بس لو تتذكروا هاللحظات. امي هي هي المشكله، انا ما عم بقدر اتذكر شيء، ومروان عم يضغط علي كتير، ما بعرف، خايفه اخذ قرار مو صح، خايفة ارجع اغلط وكرر نفس الاخطاء مرة تانية. امي فيني اتصل فيكي بعدين؟ مروان؟ تمام، ما عاد اضغط عليكي. شو قصدك يعني؟ من بعد هلا امتى ما بتحتاجيني رح كون جنبك، بس هاد كل شيء. ما فيني أجبرك على أنك تحبيني، ما فيني، ما رح أضغط عليك. مروان ممكن أشرح لك اللي سمعته؟ ما في داعي تشرحي، كل شيء واضح. تعرفي كنت عم بحكي لها شلون كنا رح نروح فيها على الطريق. شو هون هدول كمان؟ شكلهم فاتين برتية جديدة، هدول عم يعيدوا اللعبة من الأول. اسطنبول ما تغيرت أبدا أبدا. يعني بصراحة أنا زعلته كتير زينو، نظراته، وأنا ما عدت أعرف شو بدي ساوي وكيف بدي أفكر. بالوقت اللي حسيت فيه شي تجاهه وعرفت انه هو مخبي عني كتير شغلات، شو ساوي؟ اسمع صوت قلبي ولا اسمع صوت المنطق؟ او حاول اتذكر كل شي. ما بعرف شو بدي ساوي زينو. يعني حبيبتي وانا كمان مالي عارفانة شو بدي قلك، عم فكر وفكر انه انتو الاثنين معكن حق، يعني انت عقلك مخربط ومالك عارفانة شو بدك تقولي او شو بدك تفكري. بس مروان بحبك لدرجة بده ياكي تتذكري، هو بده يرجع كل شي بيناتكن مثل ما كان باسرع وقت ممكن. آخ لك يا ريت، يعني لو قادر أتذكر رح تصير القصص أسهل بكتير، وقتها كل شي رح ينحل، بس ما عم بتذكر بنوب. يمكن بحياتها ما بقى تتذكر موسى، يعني التفكير بهالشي عم يتعسني كتير. طيب أخي فهمت عليك، بس لو تحاول تكون صبور شوي، يعني مرتك حياة انقلبت فوقاني تحتاني وما بدنا نكذب على بعضنا أنت تغطى عليها. أي وشو ساوي؟ موسى قال لي انت اسراء واقفة قدامي، هديك اسراء حبيبتي انا. لا لا ما عم بقدر اوصل لموسى، لا 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 ما عم بقدر اوصل، ما عم بقدر. تمام تمام انا استسلمت وما ضل عندي القوة للتحمل. من بعد هلأ شو ما بده وكيف ما بده بيصير، تمام؟ وهيك رح وقف بعيد، خليني بعيد احسن، ما رح اضغط عليها، يصير اللي بده يصير. Sonum durup soluklanıp rüyalarım, savaşlarım durmadı, tükenmedim, bak ölmedim, peşindeyim, pes etmedim. Bugün sağım, solum sığmış oysa ki içimden geçen yanımda olsa bilsen yeter, içimi bilsen yeter. Sesini duyduktan sonra ölsem değer. Seni ararken
رفيف، اللعبة اللي جبتيها من أزمير لأطلس طار عقله فيها وحضن المسا ونام. لك يا عمري أنا ما أحلاه. يا روحي أطلس. يا الله، هالزر كمان بده ينقطع، والله ما قدرت خيطه. استني رفيف، رح أجيب لك إبرة وخيط. عندك ليش إبرة وخيط؟ إيه عندي، استني. بهذا البيت لا بلاقي مقص ولا بلاقي إبرة ولا خيط، ما عم بلاقي شيء. يا ترى وين ممكن يكونوا؟ ما في. ماما شو هاد؟ أهلين حياتي. هاي كرة تلج، هي مهمة كتير بالنسبة لي أنا وأبوك، لأنه نحنا كنا نحلم ببيت مثل هذا يلي جواتها. كان بدنا بيت مثله، بس نحنا مبسوطين بحياتنا هلأ لأنه أنت موجود معنا. أنا عندي أحلى ولد بالكون كله. أنا جبت هاي لأبوك، وبس يشوفها رح ينبسط فيها. يلا نحطها مكانها مشان ما تنكسر. انا رايحه، رح اترك اطلس بامانتك. تمام، بس لوين رايحه؟ رح ارجع افهمك كل شيء. انا رايحه هلا، انتبهي على حالك. ما رح طول عليكي. إسراء؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.